السباينال جالنت ريفلكس هو واحد من البريمتيف ريفلكسز اللي ربنا خلقها علشان تساعد الطفل في عمليه الولاده ان هو يتحرك في اتجاهات مختلفه لما يبقى فيه تاكتايل ستيمولس على ظهره ويطلع من فتحه الحوض بتاعه الام. ولكن لما الريفلكس ده بيكون متواجد لازم ان احنا نعمل له انتجريشن، لان وجوده بيوقف لنا حاجات كتيره قوي في العلاج الطبيعي. عندنا اهمها البروبيوسبشن بتاع الباك كله بيروح، لان اي تاكتايل ستيمولس بيدي ريفلكسيف كونتراكشن في المصل. تاني حاجه بيوقف حاجات زي الترانك رايتنج والترانك كو كونتراكشن اللي احنا مهمه جدا بالنسبه لنا في الترانزيشنز، ومهمه جدا في الويت بيرنج حتى بعد كده ستاتيكلي، ومهمه بعد كده عشان يقدر الطفل يتنقل لدومين تاني. عشان تتعامل مع السباينال جالنت ريفلكس عندك محورين. اول محور التاكتايل ستيمولس بتاعه ممكن تعمله دي سنسيتايزيشن، يعني تبروديوس التاكتايل ستيمولس بتاعك ده وتعمله لفترات طويله على الباك لحد ما الباك يتعود عليه ويعمل له ادابتيشن ويبدا يقفل الريسبونس بتاعته. دي ممكن نعملها سواء بحاجات زي السوت اللي هي الدوناج او الهاموك باستخداماته المختلفه سواء على الهايبر فايب او حتى على السوينج مع الكومبريشن سيرم. تاني حاجه تعملها وهي ان انت تعمل اكشوال واكتيف كونتراكشن في الباك مصر، وده هيساعد الطفل ان هو يكسر الباترن الريفلكسيف اللي العضلات دي بتشتغل فيه، ويبدا البرين يرسم لها مكان عنده، يبقى عنده بادي سكيم عن العضلات بتاعه الظهر واماكنها وازاي بتشتغل، ويبدا المخ يستخدمها مع بقيه العضلات التانيه. ودي حته مهمه جدا، لان وجود السباينال جالنت ريفلكس وعدم اهتمامك بيه او لو هو مس دايجنوزد بالنسبه لك وما لاحظتهوش في الاسسمنت، اي ريفلكس موجود تاني حتى لو هاير ليفل زي البرين ستيم مش هتقدر ان انت تعمل له انتجريشن بالشكل الكافي طول ما السباينال جالنت موجود، لان هو الليفل بتاعه سباينال كورد واقل كمان بريمتيف اللي بيكون موجود من ايام الرحم. فبالتالي ده معناه ان البرين في تراكتس وفي نيورونز لسه ما عندوش السيطره عليهم، فلازم السباينال جالنت ريفلكس يبقى ليه اولويه ان انت تعمل له انتجريشن، وتخلي بالك منه لما تلاقي عندك مشاكل في الترنك تحاول انت تكسكلود ان انت ما عندكش مشكله في السباينال جالنت ريفلكس. لما تعمل له الانتجريشن بالطريقه اللي موجوده معانا تبدا بعد كده تشوف بقيه الريفلكسات الثانيه علشان تخلي البرين ماتيور بالطريقه اللي ربنا خلقها بيها.